لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. Et c'est un titi algérois. Alors c'est le poulet de blade. C'est l'extraction de Babelwed. Babelwed c'est lui. Tu vois c'est le type dans la journée toute la journée quand il marche toute la journée avec il se surveille avec, tu vois. السلام عليكم. فنان جزائري عانى من الشلل وتجاهل أبناء جيله أجبره والده على الزواج أسطورة الكوميديا محمد فلاء. فلاء الكوميدي الجزائري صاحب الأعمال العالمية الناجحة اسمه الكامل محمد السعيد فلاء، هو ممثل سينمائي وفكاهي وروائي جزائري أسرى مشوارها الفني بالعديد من الأعمال المكللة بالنجاح محليا وعالميا. هو من مواليد يوم 31 مارس عام 1950 بمنطقة أزفون مهد الفن الجزائري والفنانين المبدعين. انتقل رفقة أسرته للعيش بمدينة الجزائر وعمره 8 سنوات، فتعلم إلى جانب لغته الأم القبائلية كلا من العربية الدارجة واللغة الفرنسية بالمدرسة الابتدائية. هو نجل مناضل في صفوف جبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية، والذي فقده عام 1965 إسراء حادث مرور. تأثر بالكوميدي العالمي تشارلي شابلن، فقرر دراسة المسرح بالمعهد الوطني للفن الدرامي بالجزائر العاصمة ابتداء من عام 1968 إلى غاية عام 1972. وبعد مغادرته للمسرح شرع رفقة رفاقه في كتابة نصوص مسرحية وقاموا بأدائها في المقاهي والسجون والمصانع. هاجر إلى كندا عام 1978 ثم إلى فرنسا عام 1982 للعمل، ليعود في سبتمبر 1985 إلى الجزائر وعمل بالمسرح الوطني الجزائري كممثل وكاتب للنصوص. وأول عرض له كان بعنوان مغامرات تشوب، ثم عدة عروض أخرى اشتهر بها في أوروبا منها بابور أستراليا وكوكتيل خرطوف والجمل الأخير، والذي يعتبر آخر أعماله. شارك فلاك في عدة أفلام سينمائية جزائرية منها حسان النية عام 1989 ومن هوليود إلى تمنراست عام 1990، وفي أعمال أجنبية أخرى أشهرها إن شاء الله الأحد، العدو الحميم، أنا ووتشي. كتب روايات عديدة مثل شارع الحيطان الصغيرة 2001 وفي الجزائر 2002 وكيف تصنع الكسكسي والجمل الأخير 2004 وموقد الأحلام البربرية 2007 وميكانيكي يوم الجمعة 2010. كانت أعمال الفنان محمد فلاء ترسم الواقع الاجتماعي المعاشي ومعاناة المواطنين، كما سلط الضوء على معظم المسائل السياسية بعبقرية فذة وبأسلوب سريالي ساخر راسما للابتسامة والضحكة على وجوه جمهوره، ونال عدة جوائز مستحقة منها جائزة الأوسكار وجائزة الأمير كلوس الهولندية وجائزة الوحي المسرحي لعام من نقابة النقاد. الجوائز الكبرى للفكاهة السوداء سنة 2003 وجائزة
عبقري لأفضل ممثل عام 2012. لقب بفلاح في الدارجة الجزائرية يطلق على المقاومين الانتحاريين الذين كانوا يفجرون أنفسهم قرب خطوط العدو إبان الاستعمار الفرنسي. ومحمد فلاح كذلك مفجر ومقاوم بسلاح النكتة الساخرة والكوميدية السوداء في بلد المليون شهيد كالأربعين مليون كوميدي. أظن أنه كما خلق اليهود كوميدياهم خلال أحلك مراحل وجودهم وسط الاضطهاد والتمييز العنصري كأسلحة مضادة ومقاومة لتلك الوضعية، فالجزائريون كذلك ساخروا من أنفسهم كي لا يسخر منهم أحد. هكذا علق فلاح في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية الفرنسية على واقع الكوميديا الجزائرية التي تنهل مواضيعها من تربتها الخصبة وواقع حالها. كما نزار الفنان التشكيلي الجزائري يرى أن السخرية في الجزائر لا حدود لها داخل الأوساط الشعبية. لقد كانت المصاحيب الأكثر إخلاصا. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.